على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا. مرحبا بكم الناس اللي التحقتوا بنا في الاستماع للبوند اف ام 93 راديو الحياه اف ام اذاعه القيروان للصحه. مرحبا بكم الناس اللي عدلتوا الموجه سانتي 5.0 يتواصل معكم من توا حتى نص نهار مختلف الفقرات الصحيه اللي تهمكم. الناس اللي برونشي معنا كلك سوا من اخبار والا معلومات تنجم تهم الصحه نتاعكم، والا كيف العاده يكونوا حاضرين معنا اهل الاختصاص في مختلف المواضيع الطبيه اللي نجموا نتناولهمكم في مختلف الاختصاصات. عديد من العناوين تنجم تتصدر واللي تصدرت خاصة آخر أسبوع مختلف الصحف مختلف الإذاعات ومختلف المنابر الأعلامية. بداية نحكي لكم على تلقيح ضد جدري القرود، الصحة العالمية باش توضح لكم في الإطار هذايا. سينو التحقت الدولة السويسرية بركب البلدين الأخرى وتسجل أول إصابة بجدري القرود. المغرب كبلد عربي يرصد 3 حالات يشتبه بالإصابة متاحة بجدري القرود، وأمريكا في الإترازية تفرج عن جزء من مخزون لقاح لجدري القرود. هذه باش نعرفه تقريبا في أكواد 9 وأهم الأخبار المدولة فيما يخص الفيروس هذي. تحدثنا لي في أكثر من مرة، تحدثنا على الأعراض متاعه بيانسور في مختلف الفقرات. سينو زيدا باش نمشيو بكم الوزارة الصحة اللي تقول أمراض التدخين تنجم تكلف الدولة 2 مليار دينار سنويا. مش نحكي لكم على الرقم هذي اللي كانت عطاته وزارة الصحة التونسية في الإطار هذي. جينا نحدث لكم على مدار التدخين. سينو بيان سور مختلف الفقرات في ساعتنا الثانية نحاول نتناول معكم اليوم شكون في الو دكتور نيسان الكافية أخصائي طب العيون. موضوعنا لليوم مش يكون حساسية العين وإلا جفاف العين. في الو دكتور. برشا ناس يعانيو من الحكة والقلق في العينين، وينجموا زادة ما يفرقوش بين الحساسية ولا جفاف العينين. شنية الأعراض متاع كل حالة وكيفاش نعالجوها ونحمي رواحنا منها؟ هذا موضوعنا في ألو دكتور نهار الثلاثة انطلاقا من 11 متاع الصباح مع الدكتور نيسان الكافي أخصائي طب عيون. لاستفساراتكم كلمونا على 70 035 120. مع مريم المنصوري صحتكم بالدنيا. أكيد صحتكم بالدنيا على راديو الحياة فهم وصحتكم تهمنا. تليفوناتكم على 70 035 120 إذا كان عندكم تدخلات وإلا عندكم هكا لبس في موضوع هل أنه تعانيوا من حساسية العينين وإلا كيف تنجم يكون ذاك هو جفاف العينين. طرق العلاج اللي تنجموا تطرقوا لهم دكتور نيسان الكافي اخصائي طب عيون باش يجاوبكم على الموضوع هذا، خاصه نعرفوا في الطقس هذا تنجم تاثيرات العين تكون تقلق برشا الناس كيف اللي يستعملوا في ليزيكرون لي بي سي لي تابليت والا زيد كيف في خضم الطقس هذا اللي تكثر الحساسيه نتاع العين والا جفاف العين. تنجموا تعرفوا من خلال الاعراض والسبل الوقايه كيفاش تحميوا ارواحكم من حساسية وإلا جفاف العين. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى نص نهار. مرحبا بأحمد المخلوفي في الإخراج التقني الحصة. سينو صيف بولعريس اللي مأمن لكم الديجيتال، أنس الهميمي في استقبال مكالمتكم الهاتفية. خليكم برانشي على 93. كلمة تحروف خانوني منك موسيقى لافونغولي استنى فيكم بعد بشوية لو تصلنا معكم 35 دقيقة بعد العشرة في سنتي 5.0. الشغل للعالم ككل مختلف الأخبار الصحية المدية ولذلك أذيك علاش نعطيكم أكثر تفاصيل في كواد 9. كواد 9 سانتي
شنو هو جديد في عالم الصحة؟ كما قلت لكم قبيلة بشوية عديد من العناوين تتصدر مختلف الصحف، مختلف الإذاعات ومختلف المنابر الإعلامية. سويسرا تسجل أول إصابة بجدر القرود، وين جدر القرود هو مخاوف كبيرة من انتشار حول العالم، تبرز الإصابات الخطيرة بشكل أكبر عند الصغيرات. كنا تحدثنا في وقت سابق، وسجلت دول غربية عديدة من بينها فرنسا، بداية ألمانيا وبريطانيا، الولايات المتحدة، إسبانيا والسويد، إصابات في الأسابيع الأخيرة. جدري القرود هو مرض نادر ينجم ينتقل كما قلنا لكم في وقت سابق من الحيوان للإنسان والعكس، وبالعكس الأعراض متاعه هي الحمى، ألم العضلات، تضخم الغدد اللمفاوية، القشعريرة، الإرهاق، طفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين وإلا الوجه. كانت سويسرا سجلت أولى الحالات متاعها ليوم أمس في مدينة جنيف بالتحديد. سينو كيف زاد في نفس الإطار، المغرب كدولة عربية كانت البارح أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب على تسجيل 3 حالات يشتبه وفاها في الإصابة بجدري القرود، ونفادت وزارة الصحة المغربية بأن الحالات هذه توجد في صحة جيدة وتحت الرعاية الصحية والمراقبة، وكانت خضعت للتحاليل الطبية في انتظار النتائج اللي باش تفرزها. في نفس الإطار نحكيه على أمريكا اللي تفرج عن جزء من مخزون لقاح لجدري القرود، وقت اللي قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن مسؤولي الصحة الأمريكيين بصدد الإفراج عن جزء من جرعات لقاح جونسون لاستخدامها في حالات جدري القرود، مضيفة اللي فما أكثر من 1000 جرعة من المخزون الوطني. قال مسؤولو المراكز اللي هما يتوقعوا أنه يرتفع المستوى هذا بسرعة كبيرة خاصة في الأسابيع المقبلة. كان قال الرئيس الأمريكي أنه تفشي مرض جدري القرود هو أمر لازم يكون مصدر قلق للجميع، مضيف بأنه مسؤولي الصحة الأمريكيين يلوجوا قاعدين ويبحثوا على مسألة اللقاحات والعلاجات المختلفة. ما زلنا معاكم في نفس الإطار وجدري القرود، وقت اللي قال الصحة العالمية توضح بشأن التلقيح اللي نجم كنا تحدث عليه قبيلة بشوية، وإلا هو من بين الحاجات اللي بيش يتم استخدامها على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي بيشتغل تسارب تقريبا في 1000 جرعة. من يكشف مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة ما تعتقدش أنه تفشي مرض جدري القرود خارج قارة إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تلقيح في الإطار هذا بين اللقاحات. والمسؤول هذا في الصحة العالمية قال أن اللقاحات المستخدمة لمكافحة جدري القرود نجم تحمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة، ما هوش واضح بعد سبب تفشي المرض، ويحاولوا العلماء فهم مصدر الحالات وإذا كان أي شيء نجم يتغير في الفيروس هذا. كان أضاف بيبودي في مقابلة مع رويترز أن الإمدادات الفورية من لقاحات ومضادات الفيروسات تكون محدودة نسبيا، نجد تصريحات بيبودي، في حين أعلن المراكز الأمريكية اللي كنا تحدثنا قبيلة بشوية والوقاية منها أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح جينيوس لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القرود. من جانبها أكدت زيادة الحكومة الألمانية في الإطار هذا اللي هي قاعدة تدرس في الخيارات المتاحة بشأن التلقيح، وتدقق سلطات الصحة العامة في أوروبا وأمريكا الشمالية في أكثر من 100 حالة اشتباه أو مؤكد بالعدوى الفيروسية في أسوأ تفشي للفيروس خاصة خارج قارة أفريقيا اللي يتوطن فيها المرض هذية. ولاحظوا احنا انتشاره تقريبا فات 11 دولة أوروبية على الأقل، دونك تجاوزوا الكميات متاع المرض والأشخاص المرضى بجدري القرود تجاوز الكميات المحدودة، دونك هذيك علاش قاعدين يدرسوا في الإطار هذية. كانت منظمة الصحة العالمية قالت لي مش من مشمولاتها كونها باش هي تعلن حالة الطوارئ في الإطار هذا، إلا ما يزيدوا يتأكدوا أكثر في خصوص الموضوع هذية. المرض هو ساري منذ سنة 1970 لكن ارجع تحدثنا على سبل العدوى في تونس، والحمد لله ما زلنا ما شهدناش حالات عدوى في الإطار هذية. إن شاء الله ربي يحمي الجميع، ونقول لكم سيسر ويحكم الناس الكل. وكنت هذي كواد نفا كواد نفا صوتي. يا
نزلنا مصين معكم في 105.0 حتى النص نهاية. نذكركم ساعتنا الثانية يكون حاضر معنا دكتور نيسين الكافي في موضوعنا اللي باش يكون حساسية العين وإلا جفاف العين. كيفاش نحاولوا نفرقوا بين الزوز أشياء؟ هذوما تليفوناتكم على 70-035-120. سنقبلها باش نحكي لكم على وزارة الصحة التونسية اللي تحكي على أمراض التدخين تكلف الدولة 2 مليار دينار سنويا. هذا محور موضوعنا في 105.0. حقتوا بينا في الاستماع عبد المجيد عبد الله تدلع يكيد متواصلنا معكم الـ 51 دقيقة بعد العشرة في سنتي 5.0. سنتي 5.0 أهم الأرقام اللي تنجم تهم الصحة متاعكم من خلال مختلف الدراسات توتسويت في شيفر سنتي. شيفر سنتي في شيفر سنتي لليوم باش نحكي لكم على امراض التدخين اللي تنجم تكلف الدوله 2 مليار دينار سنويا. وين تكلف رعايه الامراض الناتجه عن التدخين الدوله في تونس حوالي 2 مليار دينار سنويا، ثلثي ميزانيه العلاج بوزاره الصحه. نذكركم اللي تسبب التدخين سنويا في حوالي 13200 حاله وفاه، اي ما يمثل تقريبا 20% من الوفيات في تونس وفق الدراسه الطبيه والاقتصاديه حول التدخين في تونس لسنة 2019 بحسب ما ذكرته إدارة الرعاية الصحية. وكانت أشرت إدارة الرعاية الصحية إلى أنه نسبة المدخنين ممن بلغت أعمارهم 15 سنة فما فوق تنجم تكون بلغت 25.1% وفق عملية المسح الصحي لسنة 2016، عفوا فيما تقدر عدد المدخنين في الفئة العمرية بين 13 و15 سنة 11.7%. وزارة الصحة تشرع في الإطار هذا وتزامنا مع اليوم العالمي للاحتفال بمكافحة التدخين اللي هو الجاري بالعمل نهار 31 مي من كل عام في تفعيل عنصر مكافحة التدخين كل سواء في الوسط المدرسي وإلى الوسط الجامعي من خلال تركيز الأنشطة الوقائية في الوسط المدرسي والجامعي تحت إشراف إطارات مختصة في الإطار هذا. يمثل تفعيل عنصر مكافحة التدخين في الوسط المدرسي وإلا الجامعي أحد المحاور الأساسية للمخطط العملي لتنفيذ استراتيجية وطنية للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية في مجال مكافحة التدخين. هذا وفق ما أكدته إدارة الرعاية الصحية. ونشوف النسب تقريبا 13-15.7% تعتبر نسبة كبيرة بالنسبة للطفل. الحقيقة هو يعتبر من 13-15 سنة مميز وإلا ما هوش مميز، لكن كما يأثر على الصحة متاعه. ونشوفوا أحنا التكلفة حتى على ميزانية الدولة تقريبا ثلثي ميزانية العلاج بوزارة الصحة هي من جراء التدخين. ونكون احنا ديما في كل مرة نأكدوا على مخاطر التدخين وتأثيراتها على المدى القصير وإلا المدى الطويل، كلك سواء التدخين السلبي وإلا التدخين الإيجابي للأشخاص اللي يدخنوا في حد ذاتهم والأمراض اللي تنجم تتسبب بها. دونك إن شاء الله احنا نهار 31 مي تنطرقوا المختلف التظاهرات اللي في الإطار هذه هو تفعيل عنصر مكافحة التدخين في الوسط المدرسي اللي بش يكون من أهم المحاور اللي باش تتناولها الوزارة في الإطار هذا، واحتفالا باليوم العالمي لمكافحة التدخين. كانت هذه شيفر سنتي. شيفر سنتي مازلنا مواصلين معكم بعد بشويه. في ساعتنا الثانيه باش يكون ضيفنا دكتور نيسين الكافي اخصائي امراض العيون باش يحكي لكم اليوم على حساسيه وجفاف العينين، كيفاش نجموا نفرقوا بين زوز اشياء هذوما على خاطر عندهم اختلافات كبيره خاصه من ناحيه الاعراض نتاعهم. تليفوناتكم على 70-035-120 والا 77-288-289. اذا كان عندكم لبس في الموضوع وتحبوا تطرحوه على الدكتور مرحبا بكم. الناس الكل نذكركم انتم في الاستماع الى اذاعه القيروان للصحة، خليكم برانشي على 93.3 ولها في زوم سنتي. زوم سنتي في زوم سنتي باش نحكي لكم اليوم على تأكيد الدكتور رفيق بوجدري رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمن مامي لأخبار الحياة الأفهم من دواء أمريكي جديد مش يكون مضاد لكورونا كان تحصلت عليه تونس على ترخيص. موضح أنه ما هوش اللقاح أما هو دواء وقائي أنتي فيغال باش يغير طريقة علاج كوفيد 19 ويأمل أنه باش يعاون في تخفيف بعض من الضغوط الكبيرة اللي باش تواجه المستشفيات. مبين أنه سعر الدواء مش يكون باهظ في
الإطار هذا أكثر تفاصيل نسمعها في التصريح هذا في ميكرو زميلنا حسين النكتي. دكتور رفيق بوزداري رئيس قسم الحالات الاستعجالية في مريانا، بعد عامين من كورونا تو بداو دويات يخرجوا الدم بعد ما خرجوا لي فاكسان بان واحد ومن يعرفوه، فما دواء جديد خرج دواء أمريكاني اسمه باكسلوفي، دواء يتحرش أصحاب الفم وهذا يداوي ويعطل التكاثر نتاع الفيروس داخل الخلايا. إذا كان لقاح الفاكسان هو يعمل مضادات حيوية ليزونتيكور وباش يمنعوا الفيروس باش يدخل، هذا يمنع الفيروس من التكاثر الخلايا. نعرفوا احنا الفيروس كي يدخل الخلية يستحوذ عليها يستعملها ويردها تخدم له للي هو معناها يكاثر فيه. باكسلوفي هذا يمنع التكاثر هذا، فبالتالي هو علاج ما عادش وقاية، انتقلنا إلى العلاج. العلاج هذا خذا التراخيص نتاعه في العديد من البلدان في العالم منها في تونس، وهذا يخص استعماله الناس اللي ينجموا يعملوا حالات كثيرة اللي هما متقدمين في السن عندهم أمراض مزمنة سمنة وإلا عندهم سمنة وسكر ودم مع بعضهم، اللي نجموا يعملوا أمراض اللي نجموا يعملوا الحالات الكثيرة هذم اللي ينجمهم. الباكسلوفي هذا ما ينجموش ياخذوه كان في الفترة الأولى متاع المرض معناها من فتوه الخمس أيام متاع الأعراض، فاتوا الخمس أيام ما عادش عندهم حتى قيمة، ويتعطى في الحالات اللي ماهيش كثيرة ولكن عندها بوتنسيال دجرافاسيون كبير معناها هذا ما يتعطاش توا في الوقت الحاضر، ما يتعطاش للناس اللي عندهم دي فورم تريت مينيم وهما صغار لاباس عليهم، وما يتعطاش للحالات الكبيره الخطيره اللي ديجا المريض يبدا بها في الريانيماسيون. في تونس الاستعمال نتاعو الحقيقه مازال مش مكثف كما في فرنسا، فرنسا الناس يتعطى حتى معناها خارج دار تونس مازال. في نفس الإطار دكتور بوجدري يتحدث على سعر الدواء اللي باش يكون باهظ بين 250 و 300 دولار وباش يتم ترويجه قريبا في تونس، وانه باش يفتح افاق جديده في معالجه فيروس كورونا. اللي ما خلاناش نستعملوه بكثره ولو انه احنا عنده لوتوريزاسيون دو ميسيو لو مارشي في تونس ترخيص، لانه الحالات نتاع الكوفيد نقصت برشا في البلاد لما ترجعش، ولا كل حال كان رجعت انه عندنا سلاح جديد، مي هالسلاح هذا لازم نعرفوا كونه غالي بالكدا، معناها في حدود غالي بالكدا. يمكن الشركة اللي تروي اللي تبيع فيه يمكن مش تعمل سعر للبلدان النامية كما بلادنا، مي الحكمة ما تكونش أقل من 300 ولا 250 دولار مش تعرف تاخذ فكرة على الغلاء نتاعو، لأنه علاش على خاطره ناجع، لأنه ينجم ينقص نسبة الوفيات ونسبة الدخول للمستشفى ب 85%. هذا هو سي باكسلوفي، هو مادام الدواء هذا هو علاج ما ينجمش ياخذ بلاصة الوقاية، تبقى الوقاية هي وقاية على مستوى الفرد التباعد وخاصة على مستوى التلقيح، وكيف الإنسان يلقح التلقيح الثلاثة نتاعو حسب الكالندري فاكسينال ينجم يكون في غنى عن استعمال الدواء هذا. في الحال إن شاء الله نكتب لكم العافية للناس كل، وتحية لكم جميعا ولإذاعة حياة. دكتور بوجدري دونك هذه توضيح فيما يخص علاج كورونا وما هوش تلقيح، كان أكد لكم في الإطار هذا كان تحدث زيد على غلاء الدواء هذا نظرا لكونه هو علاجي وما هوش وقائي، إن شاء الله باش يكون متوفر في المستشفيات التونسية في الأيام القليلة القادمة. ذكركم كان اللقاء هذا في ميكرو زميلنا حسن نبتي من قسم الأخبار، وكانت هذه زوم سانتي. زوم سانتي أكيد احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى نص نهار في سانتي 5.0. ألو دكتور، ساعتنا الثانية، محور موضوعنا لليوم حساسية وجفاف العين مع دكتور نيسان الكافي أخصائي في طب العيون. تليفوناتكم على 70-35-120 وإلا 77-88-289 إذا كان عندكم تساؤلات تحبوا تطرحوها في الإدارة دي. مرحبا بكم الناس كلهم. لحداش مازلنا مواصلين معاكم في سانتي 5.0. سانتي 5.0 في ساعتنا الثانية كل عادة نمشي معكم الأهل الاختصاص ونتناول موضوع يهم الصحة متاعكم. اليوم موضوعنا باش يكون الفرق بين جفاف العين وحساسية العين اللي نجموا يعانيوا منه بعض الأشخاص، ديما ندخلوا فك الكونفوزيون بين الحاجتين هذوما، هذا اللي باش نحاولوا نوضحوه لكم بأكثر تفاصيل. مش نحكي لكم على الأعراض خاصة الأسباب اللي تنجم تؤدي إلى حساسية وإلا جفاف العين، شنو الفرق بيناتهم، هل العلاجات زادة تختلف وإلا لا. حاضر
معنا في الو دكتور، دكتور نيسان الكافي طبيب اخصائي العيون، مرحبا بك على موجة راديو الحياة فهم. مرحبا بك مريم، مرحبا بيش جميع مستمعي اذاعه حياة فهم. مشكور دكتور. دونك دكتور، اليوم موضوع قلنا احنا فيه ما يتحكي وما فيهوش ما يتحكي، فيكو ينجموا العوارض الكل تتشابه مع بعضها. اللي يقول لك هو شنو يدخل في كونفيجن، قال لك يندرى انا عندي حساسيه، يندرى عندي جفاف في العينين، يا حاجه اخرى. هنا قلنا احنا الاعراض تتشابه لبعضها برشا. خلينا نبداو دكتور بحساسيه العينين، اللي ديما يقول لك الاكثر يمشيو ملوني يمشيو يقول لك حساسيه، عندي حساسيه في عيني، وذي الكلمه الدارجه هو خاطر الاغلب علاش اللي يبدا عنده حساسيه في العينين ولا يقول لك يجي عندي حساسيه يعرف روحه عنده حساسيه. دونك عنده حساسيه من عاش من جرانت بول، يعني من اللي يقول لك دخل معناتها ربيع يقول لك عينيا وتولي تحكن ولي ناقص، فما اعراض اخرى معناتها مع الحساسيه أبل الأعراض متاع العينين، يفهم روح يقولك ناقص عندي الكحة عندي، فهمت؟ فما أعراض مصاحبة، فما أعراض أخرى معناتها في بدنه يقولك صدري ساعات نحس بصدري، فهمت؟ دونك هذوم الأعراض هذوم يقربوا الدياغنوستيك، معناتها يقولك يقربونا الدياغنوستيك يقولك هذه حساسية مش شياح مش شياح، وفي الحساسية فيها شياح زيادة معناها مصاحبة بالجفاف، معناتها مصاحبة بالجفاف خاطر تعرف حكي أنا واحد. دونك هوني يا دكتور من الكلمة نتاعك حساسية العينين تكون العوامل نتاعها جينيرالمون خارجية. خارجية هي شنو هي حساسية العين؟ هي كيما نقولوا رياكسيون، هي تعمل رياكسيون على حاجة جات معناتها ماشي معناتها حاجة أن كور إترونجي. دونك تصير رياكسيون باش تخرج العين افرازات معناتها مواد الهيستامين باش تدافع، فهمت؟ على الحاجات هذوما اللي هما الجراند بولين ولا الغبره ولا غبار ولا ريحه ولا كسوا معناتها الحاجه اللي تجي. دونك باش تخرج تعمل الرياكسيون هذيك والحكين زاده. أيه. الحكين نحن تو يقول لك ساعات مسكين معناتها يبدا يحك يحك ونجي امه مثلا صغير تقول له ما تحكش وما ينجمش سبحان الله، معناتها بالمور يتحملها. اما الحكه هذيك تزيد تكثر لك من البرودكسيون تاع الهيستامين، فوالا الهيجين تاع العينين، الهيستامين تزيد تهيج العين اكثر تولي تحمر تولي كذا حتى توصل تنفيق حتى توصل ما عادش نجم يحل عينيه. أيه. فهمت؟ دونك فما ديغراد معناتها في الحكايه هذيا، فهمت؟ دونك نعطيو دويات باش يتفرهد شويه للعلاج بعد. خلينا نحكي ميساج على الاعراض اللي تنجم تصير، كما قلنا احنا نجم يكون حاكي في العينين، حكه حموريه، شيح يقول لك عينيه شيحه، عينيه تقرص، يقول لك عينيه نحسها رزينه منفوخه، في الليل راني ما نحملش الضوء، برشا حاجات برشا، ما تخرج شويه تخرج كل وسخ يقول لك مره مضبب، معنى نجي يقول لك راني طبيب راني قاعد، ولا حتى سيرتو الصغار تقول لك انت قاعده في الكلاس مثلا مره قلت تسالها انت كي مع الانترغوتوا تسالها تقول لك نغزر، معناتها تجي تشوف حتى من الاكسنت تقول لك نغزر، وساعات تولي مضبه نحك عيني نرجع نغزر. اي دونك معناها فهمت معناتها شنو اللي لارم نتاعها للدموع نتاعها تمسخوا معناتها بالافرازات هذيك تخرجها من العين، تولي كان كوش موجوده، كان غشاء كوش موجوده على العين، تولي تعمل هكا باش تنظف عينها، فهمت؟ دونك هي هذيك رده فعل طبيعيه من العين. خلينا نقولوا دكتور دونك فوالا، هنا برشا ناس علاش احنا قلنا يدخلوا في كونفيزيون بين حساسيه العين والا جفاف العين. هنا نجموا نحن نعطيو تعريف لحساسيه العين وتعريف لجفاف العين كل واحد وحده. هو الحساسيه هاني قلت لك معناتها عمليه مضاده لحاجات جاتو خارجيه جاو العين. لا بار كونتر الجفاف العين، جفاف العين يصير من ثلاثه حاجات، هو يا معناتها عنده اكسي معناتها زايد معناتها يخرج برشا دموع، فهمت؟ والدموع هذوما ما يقوموش بالدور نتاعهم اللي هي شنو الدور، الدموع هي ترطب العين، تخلي العين يميد ترطبها باش اي حاجه مثلا انا ديما نسهلها مبسطها نقول العين كسوي كلاس كيما السويكلاس تاع الكهرباء، انت تعمل هيك انت تعمل ترمش عينك هكا تنظف كل شيء، تسكي على القرنيه وتسكي على الواحد تنظف تنحي الوسخ تنحي الغبره تنحي كل شيء، كي تبدا هي ناقصه دموع ناقصه شيحه كيما السويكلاس ديما ببساطه يبدا السويكلاس شيح ولا مهري في قطرات المهر في في, في, في لا تبدا مهري مهري الواحد تاع السويكلاس كي تعداها على البلاط تولي تجرح البلاط كيف نفس الحكايه
تبدا العين ناقصه دموع ولا ماهيش رطبه انت تغمض عينيك وانت كانك تجرح في عينيك دونك سيركل بيكوتمون الدقيان سيركل الحرقان سيركل الحموريه في العين رياكسيون الوجاع توصل حتى الوجاع نتاع الراس فهمت دونك هيك الفرق بين الحساسيه وال قلنا احنا ثلاثه حاجات بالنسبه لجفاف العين برشا يا اما تعمل برشا دموع برشا دموع سينو والا الدموع ماشي كافيه دموع ناقصه معناها باش تعطب العين والا كل وين يخرجوا الليسيل فما افرازات تخرج بالليسيل الافرازات هذوما يتسدوا ولا معناتها يمرضوا فهمت تولي العين تشيح اكثر فهمت فوالا هذوما معناها الاختلافات الحساسيه دونك قلنا عوامل خارجيه باغ كونتخ جفاف العينين يكون من حاجات هذوما من ناحيه الاعراض قلنا اللي نجموا يتشابهوا برشا في الاعراض نتاعهم دكتور احنا الناس اللي تحب تدخل معنا في الموضوع هذا تليفوناتهم على 70 035 120 والا 77 288 289 نحاولوا نعطيكم اكثر تفاصيل في الموضوع هذايا باش ما تصير لكمش حتى كونفيزيون ويعرفوا خاطر قلنا احنا دكتور حتى قبيله بشويه انا وياك نحكيو في الاوف قلنا راهي هنا راهو مش انت طبيب ذاتك لازمك تمشي تشوف هنا في اي حاجه في اي اختصاص في اي اختصاص في اي مرض في اي حاجه تمشي عادي عامل شيكاب عندك حال ما عندك شيء ميساج ما فيها باس تمشي تعدي غيرها في العام فقد روحك من عاشك سوى سكر كسوى عيني كسوى قلب كسوى اللي هو فهمت فقد روحك قد ما تلقوا في روحك على بكري الوقايه ديما خير من العلاج قد ما خير لك انت معناتها فهمت الونتير سورتو احنا في الامراض ذي ممكن ينجم روحها كحاجه بسيطه ينجم يعاني منها برشا حاجه بسيطة لكن فما حاجات اخرى الجفاف هي كرونيك داكو جفاف العينين بالنسبه للحساسيه تنجم تكون معناتها سيزونيير معناتها موسميه موسميه ولا مربوطه بحاجه والجفاف لك نجم يكون مع كرونيك معناتها مربوطه برشا اعراض اخرين معناتها امراض اخرين نجم يكون روماتيزم عنده روماتيزم يعمل جفاف العينين مهمين برشا الغده تعمل جفاف العينين اللي يعمل شيميو يعمل جفاف العينين مربوطه برشا حاجات اخرين دونك تنجم تقعد معك لونغ تيرم فهمت احنا هبطنا للزميل حسام الربحي هبط للشارع عن القيرويني وسالوا في الاطار هذا تفيد في الميكرو تخطوا ما عنديش عليه معلومه كبيره هذا فهمني نعرف اللي يقولوا ثم الصفر غادي وثم الماء في العينين وثم يقول لك العين شاحه ثم يقول لك انا عيني ما ندمعش نعمل لك القطر فهمني تعال نقعد معاش افي المعلومه هذه ولا ما نعرفهاش ماذا بيا كان تنظاف الموسوعه نتاعنا انا عندي عيني اللي صارت سيرتو كي نتعب برشا برشا ديما تبدا طايحه فهمني والله ماذا بيا نحب نستفسر عليها ما نعرفش برشا ما نحب نعرف انا جات لوكازيون نحب نعرف فهمني عندي عيني دمع انا بطبيعتي نحب نفهم علاش عندي عيني اللي صارت تدمع ديما فيها الماء معناها وكذا ديما الدمعة الدمع تخرج معناها وتخلقني في النظر ساعات كتبدا فما الدمع نخزر فلو معانا مركب لينية زاد نظر ناقص نظر نحب نعرف اسكو معناها تأثر فيا على الكبر ولا انا عندي مشكل في عينيا كونه عينيا نكون قاعد تقوم تحك فيا ومشيت ديجا للطبيب في سبيتار لغالبه وقال لي كونه ماهوش طبيعي انه عينيك تحكك وهذيك حساسيه واعطاني دواء ما نجمتش نكمل نستعمل الدواء اللي قلقني والكل مش قلقني في عينيا ما قلقني انا ما نجمتش نستانس بيه دونك ما نعرفش اذا لازمني نرجع نستعمل الدواء ولا اذا حاجه جراف ولا واذا فماش حل اخر بخلاف القطره هذوك نتاع العيني الحق ما نعرفش شنو الجفاف تاع عيني ما انا عندي امي ناقصه نظر يعني وساعات تقلقها عينات ساعات توجعها عينها ولا راس كان تقول لي انت شنو باش نجم نعاونها هي باش ترتاح حتى شويه فمش دواء فمش حاجه برجع عباد ديجا معناتها تبدا تحك فيهم عينيهم هما يتقام يبداو معناتها مصيبين معناتها عندهم مرض في عينيهم ومش مفيقين فيه تترجم لهم جست في حكه يعني نتاع عينين وتبقى معهم برشا اكيد يمشيو للطبيب معناتها باش يعديو ويفيقوا بالمرض نتاعهم ويلقفوه يعني في مرحله متقدمه خير ما تتطور بهم الامور لامراض اخرى في عينيهم سورتو لازم نحافظوا على العينين هي حاجه سنسيبل على الاخر في البدن دونك ننصحهم اي حكه ولا اي حاجه تصير معك في عينيك تبقاش يعني تتفاعل معها وتقول حاجه عاديه جست حكه كهوا ننصحهم انهم يمشيو للطبيب ويعملوا معناتها كونسلتاسيون وشوفوا شنو الحكي مشكور جدا زميلنا حسام الربحي اللي امننا الميكرو تروتوار هذيا دونك دكتور برسك الناس كل ما تعرفش شنو هي حساسيه العين والا الحكه والا الجفاف ميجينا غالمون في حتى في التشخيصات اللي قالوهم هما الكل يقول لك عيني الدم عيني الدم يقول لك الدم تولي نرفلو فوالا الدموع برشا خاطر فما زاد فما حاجه اخرى في الدموع هو المجرى نتاع الدمعه المجرى نتاع الدمعه انت تجا حتى من عاش كان تسمع يقول لك قطره في عيني
نحس بالدواج وصل لي الحلق منين وصل من المجرى نتاع الدمع هذاك اللي يمشي للحلق يتعدى الحلق ساعه تعدى الخشم فهمت دونك هكا ينجم يتسد سورتو برشا صغار ساعات يجي يقول لك راه تقاعين والدمع برشا وقعد الدمع برشا خاطر المجرى نتاع الدمع هذاك مسدود دونك سرحوه كانوا صغير ولا نعملوا عمليه نحيوها من المجرى نتاع الدمع ونشوفوا مسرب اخر الدمع باش يقع معناتها باش صحي صحي تاعتي مش يقعش عيني الدمع يقول لك تقع عبد قاعد قدامك وعيني قاعده تهبط دموع هابطه وحدها فهمت خاطر ما قعدتش وين تمشي هنية دكتور هذية احنا قلنا قبيلة بشوية قلنا اذا كان برشا دموع ينجم يؤدي الجفاف العين دونك ينجم ايه خاطر دموع هذوك من غير وظيفة قاعد كيما نقولوا نحن العين قاعد تخرج تخدم وتدخل تعمل في الدموع علاش خاطرها شايحة لكن الدموع هذوك قاعدين يخرجوا مش قاعدين يمشيوا للعين ماهمش قاعدين يقوموا بالوظيفة مش قاعدين يقوموا بالوظيفة قاعدين يخرجوا على رواحهم ولا قاعدين يخرجوا مش قاعدين يقوموا بالوظيفة دونك نحن نعاونهم بالدمعة الاصطناعية باش تهبط ديريكت في العين وتعمل الوظيفة نتاعها سونون الجرافيتي نتاع العبد دونك نعطيه قداش من قطرة وقداش شنو من نوعية الأدويات وكان عنده مشكلة في المجرى نتاع الدمعة وقت نحلوها له المشكلة هذيك باش معناتها يرجع يعيش حياته الطبيعية من بين الميكرو تروتوار زاد اللي يسمع عليه دكتور دي فما ينجم يكون فما التطبيب الذاتي يقول لك نستعمل أقدر نعرف احنا فما دي زامبول زيدا اورانجي معناها من دونك والله استردكس والله هذيك هو يحك راسه ويمشي يعمل استردكس هذوما دكتور دونك التطبيب الذاتي هنا ينجم يزيد يضر عينيه ولازم نعطيه زاد الأمانة احنا فما دي فارماسي اللي ما يعطيكش خاصة كي تمشي في موضوع اللي هم العين والا الوذنين يكونوا صارمين في الموضوع هذا يقول لك ما نعطيش الدواء يعني هي من الاول اللوم الاولاني هو على المريض اللي مشى للفارماسي وحب يعمل تطبيب ذاتي واللوم الثاني من بعض الفارماسيات اللي يعطيه دواء ساعات يعطيك دواء يقول لك هم ما نضروش اي معناه ما كان ما نفعوش راه ماهوش شي يقول له يقول لك استعمل مثلا غسيل ولا كذا واحد كان سافا با مشي رجع مشي للطبيب فهمت نتفاهموا وضعيه تو سيرتو وقتنا تو واحد نتفاهموا حتى على الفيزيتا أي على الواحد كذا يقول لك اي يقول لك اي صحيح هو تقى بعد تقى صرف برشا في الدويات ويمشي بعد للطبيب ويعاود ياخذ دويات اخرين معناتها فهمت دوره زايده عملها في دوره زايده فهمت دونك انا احنا ديما نوصيو ستيردكس راهو اي دواء فيه كورتيكويد مش به تاخذه وحدك وراهو يكاموفلي ساعات معناتها يغلف يغطي نجم يكون تقول كنت مريض عمل بردة لباس وهو ما داويش الاعراض الصحيحه فهمت دونك حتى في ابار العينين معناتها حتى في الجلد يكون عنده حزازه يعمل كل ديرمازون يعمل هكا تك وينظف سي بون مريض ينحي الدواء منه ترجع منه اي دونك هذه هو التطبيب الذاتي اللي قاعد فهمت صحيح فوالا دونك نحن المستحسن عينك حمراء ما عندكش فلوس تمشي السبيطار الاستعجالي عندنا سبيطارات مثلا يعني بيجي وطب وعندنا طب جدد وكذا واحد يمشي يداوي على روحه ما عنده ما يحبش يستنى في السبيطارات يمشي يشوف عنده طبيب نتاعو الخاص ولا مستوصفات موجودين ما تخليش روحك انا حاجه برك نقولها ما تخليش روحك عندنا نحن الله غالب نحن العرب عندنا هكا الا ما يوصل الحاله تتفاقم باش يمشي بعد يقول لك الطبيب رجعني كما كنت ساعات توصل ديكا معناتها معناتها مثلا في الحساسيه توصل حتى القرح القرح القرنيه اللي هي معناها حاجه فهمت اي معناتها خطيره توصل حتى اللطف معناتها مع شيرة فهمت واللي هي يقول لك بعد رجعني مين رجعك انا بعد الحساسيه هنايا هما تو نحكيو على طرق العلاج احنا بعد بشويه اللي يختلفوا ينجموا يختلفوا بين الحساسيه في كل عامل من الخارجيه الحساسيه وجفاف العينين اللي هي معناها من الوظيفه نتاع العينين في حد ذاتها العلاجات نشوفوهم يختلفوا والا لا مازلنا في حكايه التطبيب الذاتي دكتور فما شكون زاد في الميكرو تروتوار اللي قال لك هو عارف روحه معناها شخص الطبيب اللي هو عنده الحساسيه يقول لك الدواء استعمل الدواء حس وقلقه شويه والا ممكن ينجم يكون رتحه قص عليه هو فما حاجه اخرى ما قعدش مش قاعد يستعمل في الدواء كونفونابلومون كما قال له الطبيب فما حاجه اخرى فما راه فما عباد عندهم حساسيه اصلا من الدواء اللي خذاه فهمت الدواء اللي خذاه تلقاه هو ما اليرجيك على الدواء هذاك دونك يستعمل الدواء تقول زاد تهجت عليه الحساسيه وهو هي معناتها فهمت كان متقلق من الدواء يرجع الطبيب وينجم يبدل الدواء نتاعو ويشوفوا كان عنده حساسيه ولا بدلوا حتى نوع اخر من الدويات فهمت فما عباد راه عندهم حتى حساسيه من الدواء نتاع الدمع دونك يقول لك ما فيش شيء معناتها الدواء تاع الدمع يقولوا ماء بحر نحن هو دي قطروا منه عيني تحمر منه خاطر حساسه عينه برشا فهمت دونك نجم يكون من الدويات
وينجم يكون ساعة مش بلو كونفنابلومون كيما قلت لك انا بكري في الاوف راهو الحساسيه دونك ما تبعدش على الحاجه اللي تعمل في الحساسيه راهي باش تقعد الحساسيه موجوده دونك ماناش باش نحلوا المشكله كومبليتمون تنقص الاعراض تنقص كل حكيان ينقص كل الحموريه تنقص لكن الحساسيه راهي موجوده تقعد ديما موجوده دونك هنا يا دكتور في موضوع الحساسيه علاش لازمنا نكونوا دقيقين جدا اللي نعرفوا المسببات نتاع الحساسيه شنو هي مش الطبيب هو مش يعرفها راه فهمت سيرتو الحساسيه العينين ظاهره معناتها يعرف روحه هو كي يمشي خلينا دكتور نكونوا عمليين كذا كي يمشي باش عند الطبيب الطبيب باش يقول راه عندك حساسيه مي باغ كونتر انت اللي عليك خلينا نقولوا احنا مثلا حساسيه الجلد فما تحاليل تنجم تقوم بها باش تعرف منيش فما عندك نوع من الحساسيه في العينين هنايا لازم في حاله التشخيص نتاع منيش الحساسيه المريض في حد ذاته يعرف منيش نجم تجي ينجم يعرف هي ينجم يعرف المريض وحده ينجم يعرف كما قلت لك فما حساسيه سيزونيير تاع ربيع ولا تبديل الطقس مش تاع الربيع ولا من الصيف للخريف فهمت حتى في الخريف ساعات تقع بيت من وقت الرمان وقت الواحد ولا وقت الزيتون زاد فما نوار الزيتون فهمت تقع عنده حساسيه ولا فما اللي عنده من الحيوانات فما من الغبار هذاك فهمت دونك هذوما يعرفوا رواحهم يقول لك انا راني كن مثلا في الثانيه نتاعي ولا حاجه نبدا نفير عيني تهيج بالحكيان ولا يتحك ويقول لك راني عندي حساسيه دونك يجي يداوي على الحساسيه انت تو واحد مثلا عنده ثانيه ولا يخدم في ثانيه ولا تنجمش تقول بطل خدمتك لازم يتعامل مع الوضع معناتها تقول ابعد على الغبار ولا ابعد على العجاج ولا ابعد عن الخدمه لا بخيتو لا وحتى في تونس معناتها كل عجاج اي معناتها معناتها يحاول الماكسيموم كل الوقايه معناتها بالمرايات لونات سولير يحاول ما يخرجش برشا وقت الريح يحاول معناتها يعرف روحه يجري روحه بشوي بشوي يجري نسق نتاع الحياه حياته تنقص عليه مع الدويات تهفت الحساسيه لكن راهي ما تتنحى كومبليتمون تحس روحك متفرهد سيء معناتها 100% الا ما تبعد على حاجه تبعها كيما قعدت لك الاكزامبل بكري قلت لك واحد ياكل الشوكولاته عنده حساسيه نتاع الشوكولاته يولي يحك ويولي بدنه كل احمر واحد انت تعطيه الدواء نتاع الحساسيه وتزيد تاكل شوكولاته منه دونك ما عملت له شيء عباره معناها مانيش قاعدين نداوي بلاص نفس الحكايه فما عبيد يقول لك حتى الدخان يقلقني في عيني يعني قلت لك فما دخان وفما حتى الروائح الكريهه هو اون فيت مش هو اون فيت مش من الدخان هو ما كل الفيومي النيكوتين فهمت هذاك ينجم ولا قلت لي كيما صحيت ينجم حتى من الكليماتيزور خاطر شنو الكليماتيزور شيح العينين دونك هو الحساسيه اذا شاحت عيني شاحت مع نرجو نرجو معناتها بين الحساسيه وجفاف العينين فهمت دونك الكليماتيزور شيح العينين فهمت دونك تلقى حتى الكليماتيزور يخرج دي بوسيير فيلتر مش من كذا تقع عملته حساسيه فهمت حسيت في الكهرباء الكليماتيزور تاع الكهرباء كيف كيف فهمت تبدا مش منظفه وكذا تخرج له دي بوسيير يحس روحه هو اللي يعطس يقول لك انا حيت الكليماتيزور انا عطست منه فهمت دونك هذه معناها من المسببات خلينا نقولوا مرتبطين ببعضهم العينين والخشم خاصه الناس اللي عندها حساسيه اغلبيتهم تقع 80% 90% باش تقع عنده معاه اعراض اخرى ابار العينين عنده اعراض اخرى دكتور موضوع الحساسيه هل انه يتولد معانا بعد معناها تكون حاجه اكيد كيفاش يكون عنده عمر معين نجم يحكي يكون ما عندوش حساسيه من حاجه معينه بعد تتخلق له الحساسيه هذيك دونك ما فهمتش مرتبطه معناتها ماهيش مش نقولوا حاجه وراثيه ولا حاجه هما الاغلبيه ديما يقول لك بابا عندي هو ماهيش حاجه وراثيه خاطر الحساسيه نجم تكون عندك كما تنجم ما تكونش عندك فهمت وهي مربوطه باليومينيتي الايمينيتي المناعه نتاعك معناتها ساعات تلقى صغار عندهم حساسيه هما صغار حتى البيدياتر يقول لك بعد 6 سنين 7 سنين تتنحالوا الحساسيه. دونك معناها اذا كان يكتسب المناعه. المناعه تتنحالوا على روحه فهمت فما عباد عندهم حساسيه من حاجه اكيد معناتها من حاجه معروفه معناتها كيما قلت لك شوكولاته نحكي مش نحكي على العينين نحكي اون جينيرال. ديما عندها حاجه عندها حاجه تبعد عليها تتفاداها تعيش حياتك عادي. فوالا هذا هو المهم والمهم اللي كنا نحن نعرفوا سورتو الدكتور منيش احنا باش نواصلوا المشوار وحديتنا في موضوعنا اليوم جفاف وحساسيه العينين حاولنا نعطيوهم لو ماكسيموم. على الحساسيه خاصه اللي انت لازمك تعرف المسببات نتاعها وباش نرجعوا زيد نكملوا مع جفاف العين اللي قلنا في الوظيفه الاساسيه واللي نقدر انا تنجم تولي المرضي كرونيك فيما يخص جفاف العين سيرتو بعد الكبار يبدا كبار في العمر بعد 60 بعد 60 نوضحوا لهم دكتور بعد بشويه ونحاولوا نعطيوهم العلاجات وخاصه نختموا لهم بسبل الوقايه باش يحميوا رواحهم وما يوصلوش للحاجات هذوما باش ما توليش كرونيك والا ما يبقاش على خاطر نعرفوا القلق في العينين
ينجم يقلق برشا. ذكركم ضيفنا الدكتور نيسان الكيفي اخصائي طب عيون، تليفوناتكم على 70 035 120 والا 77 288 289. اذا كان عندكم تساؤلات تحبوا تطرحوها على الدكتور من توا حتى نص نهار في سنتي 5.0. من يوم ما عرفتك وانت مليت الدنيا عليا بهواك يا حتى نص نهار. وموضوعنا في الو دكتور جفاف وحساسية العينين. الو دكتور. دكتور نيسان الكيفي اخصائي طب العيون، مرحبا بك من جديد. مرحبا بكم مره اخرى. دونك فوالا حكينا بالكدا على حساسيه العينين، الاعراض اللي تنجم معناها تتشابه هي والجفاف نتاع العينين، مي فاش تختلف اللي المسببات خارجيه بالنسبه للحساسيه، باغ كونطخ المسببات نتاع الجفاف العينين هي في العين، في العين في حد ذاتها، واللي تنجم لا قدر الله تولي كرونيك. هذايا هو اللي باش نعرفوه. قلنا احنا دكتور فما التطبيب الذاتي اللي مشينا بالتطبيب الذاتي، دونك فوالا هذيك علاش نحاولوا بيان سور نعرفوا اكثر على سهول العلاج اللي تنجم. اسكو دكتور تختلف هنايا ولا نفس العلاجات كيفاش باش تكون؟ واللي احنا قلنا الخطوه الاولى اذا كان حساس عنده كيف سوا حساسيه او جفاف العين هو طبيب تمشي لطبيبك، تمشي لطبيبك خاطرك ماكش انت باش تشخص الحاله، تنجم انت قاعده تزيد صحيح يعطيك الصحه ولا تاخذ دويات تزيد معناتها وليو باش تحسن واحد انت تمشي تضر روحك وبعد يجي طبيب يقى كبرث معناتها يجونا معناتها اللي توصل حالات كاتاستروفي اللي ما يقراوش حسابها. علاش احنا قلنا دكتور يمشي هو للطبيب الذاتي يمشي حتى معناها يقول للفارماسي اعطيني الدواء الفلاني تلقاه يفاقم في الحاله نتاعو بعد يعاود يخسر اللي باش يخسروا يخسر دوبل. وهذه هي الحكمه من كل حد عنده الاختصاص نتاعو، دونك ما فيها باس تمشي لطبيب العينين هو اللي يباشرك يفهم شنو عندك وهكاك يعطيك التشخيص الصحيح. خاطر قلنا احنا ماكش باش تفهم انت تفهم خاطر انت تنجم تقول عندي حساسيه وتطلع حكايه اخرى، تنجم تقول عندي شيح في العين، نجم يكون عندك تنسيون في عينيك ويعمل نفس اعراض تاع تاع الشيح في العين، نجم يكون عندك من لبس اللي لونتي ولا حاجه فهمت، لبست لونتي جرحت قرنيه نتاعك تلقاك نفس الاحساس بيكوتمون ما عادش تحمل الضوء ما عادش تحمل كذا، وهي عندك جرح في القرنيه نتاعك وانت خديت عليه كورتيكويد وكورتيكويد ما يخليكش تلحم، دونك فهمت تقعد تدهور روحك معناتها برشا حاجات معناتها عينك احمرت عملت فيزيو ميساج عامل في الدار تقع عندك فيزيو عامل فيزيو حسيت روحك ما تفرهدتش امشي للطبيب ما تاخذش دواء من مخك فهمت حاجه جوست باش تكلميك من الاول كلميك عامل فيزيو كان بالك شتفشه دخلت في عينك ولا حاجه ولا كذا تكون عملت لك هذه الرياكسيون هاك تتنحى وتمشي على روحك سينو كان بيرسيست معناتها وتقعد تمشي تداوي على روحك شوف طبيبك تباشر عنده ويمشي يعطيك الدواء اللي فرهدتك فيه ساعات يجيوك مرضى الحاجه هذه زاد لازم يفهموها كما كنا نحكي انا وياك قال فلوف يجي يقول طبيب ولا حتى في الميكرو قال خذيت الدواء ونحس في روحي باقي ما تفرهدش باقي ما تقلق يمشي الطبيب وبتاتر عطاه شويه دواء بتاتر مشي معاه تدريجيا يزيد يقوي له في الدواء يقوي له في واحد كان قاعد كيف كيف نفس الحكايه بيرسيس دونك فما حاجه سيرتو نحكيو على الحساسيه فما حاجه قريبت لك قاعد تعملك الحساسيه ما تنجمش تنحى تتفرهد لما تنحاها نجم كيما انتوما تعمل مكياج نجم يكون عنده معناتها الحساسيه من المكياج لا مش حتى بيرمي حتى دماغ لا حتى دماغ ينجم يقلق حتى دماغ نجم تقلقها فهمت وهي تقعد مكياج وتعمل مكياج والحساسيه ماشيه على بعض فهمت واللي هي مش فايقه اللي هو من المكياج هذاك عندها حساسيه وتلبس في لونتي ما تنجمش تلبس لونتي دونك عندك حساسيه حتى تنجم تلبس حتى كنت تنجم تلبس راك قاعد تقلق في روحك مش قاعد تعاون في روحك ماكش فهمت معناها هنيا دكتور كيلكو سوا لونتي نظر والا لونتي اخر كيلكو سوا فهمت دونك تفرهد عينيك تلبس مرايات فهمت هي لونتي سي ان كونفور لو كونفور معناتها باش تلبس لونتي نتاعك باش تخرج ولا باش سهريه كذا مش تقعد على الدواء مش تولي شيء لاباز والمرايات هي جوستومون باش تبدا مرتاح لوناتك ما فيها لوناتك تبدا مرتاحه ملي تتفرهد عينيك تحس روحك عينيك فرهدت تحب ترجع تلبس لونتي هنا يا دكتور فما شكون اللي قال اللي هو يغزل لي زيكرون برشا
دونك هنا ينجم يقلق ليكرون يعمل حساسيه في العين. نحن حكينا على مثبت خارجيه والا جفاف هنا في العين. هو الليكرون ما يعملش حساسيه اوكي. نحن اللي عنده حساسيه واللي عنده جفاف واللي عنده فوتوفوبيا معناتها يولي معناتها الضوء ما يحملوش كل سواء ايكران تليفون شارع حتى ضوء الشارع يخرج الشمس قلت ما نجمش نحل عيني فهمت تولي فوتوفوبيا. علاش فوتوفوبيا؟ خاطر تولي تحرق عيني خاطر ما فيهاش دموع ما فيهاش حمايه دونك تولي عيني تحرق ولي ماعادش يحب هذا الضوء. دونك هي نقطة وضحناها دونك من الكرام ما يعملش حساسية. دونك فما العباد يقول لك زاد انا بالمرايات وبدواء وكذا ينجم يكون مرايته قديمة مخبشة عنده برشا مقاصد فهمت دونك بدل النظر نتاعها فهمت دونك يولي يقلق يعمل في مجهود أكثر فهمت ويولي عيني تحرق فهمت اللي يقول لك مثلا قاعد نقرا في الليل ما نجمش نقرا عيني حرقتني وسكرت عيني معناتها هذاك هذيك مش هي من الأسباب ما هذيك ديجا معناها الأعراض تاع الأشياء هي ولا يعطيك صح به دكتور نكمل لهم في العلاجات. احنا قلنا جينيرالمون الحساسية باش تكلمها شوية تنجم تسام كيكسوا فيزيول وإلا الأدوية اللي تساهم في تنظيف العينين. أما ديما نقول لهم دكتور هذا ماهوش تريتمون راهو باش يكلمها باش يكلمها لكن لازم يعرف التريتمون اللي ياخذ التريتمون نتاعو يمشي للطبيب يعطيه معناتها هو شنو هو هي الحساسية كما قلنا معناتها إفرازات تاع الهيستامين معناتها الهيستامين دونك نحن نعطيو دي أنتي هيستامينيك فهمت باش نقصوا شوية الهيستامين هذوك ونحيوهم هذا اللي كاليبر نتاع الغشاء العين هذاك الالتهاب معناتها كيما نقولوا التهاب ينقص الالتهاب باش عينيه تركح وتهفت وتبرد معناتها كيما نقولوها بلغتنا العامه تبرد عيني تبرد يولي نجم يحل عينيه فهمت تلقى عنده حساسيه ما نجمش يحل عينيه بعد جمعه جمعتين تلقى يقول لك سي بون نقصت لي شويه الحكاك وليت نجم نحل عيني فهمت راهو باللي فيه نتاع الدواء فهمت به دكتور. احنا نعرفوا في العلاجات اللي فما دي مالادي كرونيك اللي باش تقعد تستعمل دويت على طول العام كيبا معنى الأمراض مختلفة الأمراض المزمنة. هنا في الحساسية دكتور أنت جيك باسيون باش يعطيك باش تعطيه دواء تبع الحساسية تقول له هذا باش يكلمك باش يرتحب وكل هل أنه تعطيه دوغي معينة نقول له مدة شهر باش يستعمل مدة 3 شهور ما نعرفش معنى أنتم أكيد أهل الاختصاص وإلا هو باش يقعد ديما يستعمل في الدواء هذيك كل مرة يتقلق. بالنسبة للحساسية بالنسبة للحساسية باش تعطيه دواء معناتها نحن نفهموها كان سيزونيير نعطيه دواء نتاع سيزون هذيك ومن المحبذ والمحبذ اذا انسان يعرف روحه عنده حساسيه من حاجه معينه سيرتو من الربيع يجي يداوي قبل الربيع باش يحضر روحه معناها يحضر روحه قبل الربيع عطيتر بريفونتيف نعطيه دواء باش حتى كي تجي الكريز نتاع الحساسيه تجي خفيفه ما تجيوش معناتها ما يجينيش اون ايتا دو كريز دونك تقلل قبل تحميه باش حتى يقول لك حتى عندي حساسيه مي ما يحكش كل حكي كبير ما يمش فما عباد توصل حتى ما تنجم تخرج من الدار صغار يسخف ساعات ما ينجمش يخرج من الدار يقول لك ما عادش نجم نحل عينيا بالكامل وجاع فهمت دونك نحن كنا نداويوهم الاول يعرف روحه ما عنده حساسيه نداويوهم الاول فهمت وبعد يجي في السيزون هذيك يبدا مرتاح فهمت دونك مش مرتاح كومبليتوم مي تنقص عليه تنقص عليه تنقص عليه يولي ينقص دونك ديما الحساسيه نشوفوا المثبت وماذا بينا من قبل نمشي بالنسبه للدواء نعاود نرجع لسؤالك الدواء نتاع الشيح العينين هي كرونيك وسيرتو تبدا لاج ديما نقولوا لاج دو 60 50 فهمت تبدا المزمنه تولي مزمنه تولي العينين شايحه برشا دونك ميسالش راه الدواء تاع الارم ارتيفيسيال معناتها الدموع الاصطناعيه ما يقلقوش راه حتى نحن تبدا عندي لاباس تاعب من الخدمه كذا واحد نجم قطر على روحه قطر على روحه هذاك يرتح لك عينيك فهمت وهما يقعدوا برشا يستعملوها ما يقلقش ما يضرش ينفع ما يضرش فهمت معناها دونك هذه بالنسبه للعينين فيكو العينين على خاطرها دونك العينين على خاطرها باش تكون القطع معناها الدموع نتاع العينين هي المسبب الرئيسي خاصه في جفاف العين معناها لازم ديما نخليو العينين براتيكمون نتاعنا رطبه هذا هو العلاج الاساسي يعطيك الصحه يعطيك الصحه هنا ينجموا ياخذوا وحدهم دكتور الدواء هذايا اذا كان عارف الليرم ارتيفيسيال نجم تاخذ وحدك الاستخدام على قد ما تحب قد ما تحب وقت اللي تحب اذا كان حسيت قلق حسيتها ما فماش دموع شايحه جو دي بيان لي لارم ارتيفيسيال اي كون فو فولي
كون فو فولي كون فو فولي معناتها وقت اللي تحب وقت اللي تنجم تعمل اعمل معناها هذه نحكيو على الدموع الاصطناعية دكتور فوالا فما دويات اخرى نجم نستعملهم في هي وحدك لا أبا الدموع الاصطناعية ما تنستعمل حتى شيء وحدك تمشي تباشر عند طبيبك وتشوف شنو وقت اللي يسحق اللي يعطيك انتيبيوتيك وقت اللي يسحق يعطيك انتي فيرال وقت اللي يسحق يعطيك انسامينيك وقت اللي يسحق يعطيك كورتيكويد وقت اللي يسحق يعطيك الدواء اللي لازم باش يتعطى فما دي انتيبيوتيك فما دي فما كل شيء كل حاجة عندها دواها كل حاجة عندها دواها باهي نخدموا في دقيقتين ما أكثرش دكتور نحكيو على الوقاية الحساسية تو فهمناها دكتور براتيكمون اللي لازم ديما نبعد على الحاجة ونبعدوا عليهم يلبس مناية شمس يحمي عينيه من الشمس فهمت وقت العجاج يحاول ما يخرج فهمت كان عنده رواح يبعد على الرواح فهمت هذه بالنسبه للحساسية بالنسبه للشيح العينين انا قلت لك سلاحك الوحيد هو اللي لارم ارتيفيسيال في جيبك لارم ارتيفيسيال سينو دكتور نجم بعد شويه نقصوا من لي زيكرون انا قلت لك لي زيكرون يشيحوا العينين نحن كي يبدا انسان عادي طبيعي عنده لي لارم هذوك يعاونوه باش العينين ما تشيحش ما انت نقص نظر ما انت عندك حساسيه ولا عندك اشياء دونك باش تزيد تشيح عينيك دونك باش تولي تحرق دونك حاول تنقص على روحك من الوقت نتاع البي سي ولا الكمادات اللي قلنا عليهم الكمادات اي فوالا كي سيرتو كي يبدا حساسيه ولا حاجه يعمل كمادات ما يحكش ما يحكش يعمل كمادات ما برد بارده شويه فهمت يبدا بارده يحطها على عينيه pour apaiser un peu معناتها تفرهدوا شويه دونك هذوما هما اهم النصائح دكتور ان شاء الله ان شاء الله هذوما خاصه في موضوعنا لليوم اللي قلنا هو تغزلوا كموضوع ما تلقاش ما تحكي فيه لكن اذا كنت تطرح الاسئله وتحاول الدقه تدخل اي تتعمق فيه تلقى حاجه ولا تلقى هي ماهيش حاجه خطيره اما لازم ديما واحد يرد باله في الليتر هذه باش ما نوصلوش للحالات اللي تنجم تتفاق ميرسي بوكو دكتور نيسان كيفي اخصائي امراض العيون في موضوعنا لليوم حاول نعطيكم لماكس متفرقوا بين الحساسيه والجفاف في العينين وديما ديريكسيون ديريكت للدكتور هو اللي باش يشخص لكم الحاله نتاعكم وكيكا يعطيكم الدويات لازم غران ميرسي لليكيب كامله اللي كانت على ذمتكم لليوم نوفل الشرطاني واحمد المخلوفي في الاخراج التقني الحصه سيف ابو العريس اللي امن لكم الديجيتال زميلنا حسام الربحي في الاعداد انس الهمامي اللي امنت لكم المكالمات الهاتفيه سينو في اقل من 60 صور بن حميده تجيكم في اخر الاخبار المحليه العالميه والجهويه بعد زميلتنا سهام حمدي في ريكاب ميدي مريم منصوري كوتي ميكرو تقولكم ان شاء الله غدوه نتقابلوا في نفس التوقيت خليكم برانشي على 93 على خاطر صحتك اغلى معنا وعلى خاطر في الحياه فهم نمنوا بالعلم وباصحاب الاختصاص هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا في السويعه الاولى عنا اخر اخبار التظاهرات الصحيه اخر الدراسات العلميه والامور القانونيه وفي الساعه الثانيه نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسالوه ديريكتومون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبيه تسالوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحيه ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار على الحياة فام في سونتي 5.0 صحتك بالدنيا